تزامنا وحلول فصل الصيف تشهد محلات بيع الاجهزه الكهرومنزليه اقبالا من المواطنين الباحثين عن مكيفات التبريد حيث تعرف اسعارها الحاليه انخفاضا نوعا ما مقارنه بالعام الماضي المنطقه اللي رانا فيها تاع الحمد لله فيها السخانه زايده شويه اما لكن اوكازيون كنا نقص السم قبل ما يدخل الصيف واحد يشري براد يركبوا قبل الوقت بالنسبه للعام اللي فات السنه احسن من العام اللي فات نقصت مبلغ تقريبا مليون مليون ونص على سبيل المنطقه تاعنا راه يسخن نشوفوا كليماتيزور تشوفوا بالتقسيط اسعار السنه راه منخفضه على اللي فات هي صح هي شويه على العام اللي فات ناقصه واحد هكا واحد مليون على العام اللي فات خلينا نقولوا من 7 ملايين من 6 ونص حتى 7 8 يعني على حسب النوعيه تاع الاخر والسوم ثاني كنا راهي خير من العام اللي فات العام اللي فات كانت ديك الازمه اللي صرات معنا على له عليها ولا بصح الحمد لله راه كاين كلش تقنيات التروبيكول الانفرتر وغيرها باتت معايير المواطن لاقتناء هذه الاجهزه كونها تناسب مناخ الولايه الذي يعرف درجات حراره عاليه في الصيف إضافة إلى اقتصاديتها في الكهرباء لازم يكون نقص تريسيتي مي كونسوميشتري سيتي وهذا دانو تي تي طروا هذا تي طروا فوق درجه الحراره تاع 55 درجه اكثر يا راه يجوا كاع الانفرتر الانفرتر باش اللي يشد يشد السخانه حتى ل 50 55 كل هذه هي الاكثر الناس اللي راهي تحوس عليها ديجا شوف فيه الغاز يساعد البيئه ماهوش يضر في في البيئه تاعنا زيد ينقص الطاقه ما يستهلكش بزاف الكهرباء ولا تريستي كيما نقولوا حنايا سواء ان اشتريته بدفعه كامله او بالتقسيط او ان كانت بتقنيات حديثه او من الجيل القديم فالاكيد في صيف بدايه عين الدفله انك لن تستغني عن مكيف التبريد